من الرفاعي الكباب، وجالسه بصور وانا باكل الكباب، كان جميل جدا في الشارع وسط الناس. حتى جلسه تصدقي يعني اقول انا عايزه اكل بسرعه بسرعه، اجيبوا لي الاكل جعانه. فالناس اللي جنبي قالوا والله تعالي اتفضلي كلي معانا يعني. بعدين طبعا رحت صورت بتوع الفواكه، قلت لهم ممكن اتصور معاكم؟ ايوه. وتصورت في شارع يسموه بورسعيد، شارع بورسعيد في السيده زينب، يعني ما خليتش مكان الا كل شويه افقع والنبي اتصور. لان انا جايه اول مره اجي مصر يومين بس، انا عاده بنزل في مصر اسبوع 10 ايام، فلازم استغل الفرصه. ورحنا الحسين بعد اتصورنا هناك، واحنا في الطريق بعد وقفنا في كذا مكان وتصورت. مصر ام الدنيا اللي قالها فعلا ما غلطش، لان هي ام كل البلدان بجد والله. شكرا. هنتسلمينا اوسكار الابداع للفنانه القديره عفاف مصطفى. ألف مبروك، تفضلوا. نجمات ستار أكاديمي قاعدين بقى فين؟ التربوية المصرية السي في بتاعها طويل جدا، يعني ما ينفعش أختصره وأقول إنها هي حتى الآن التي تستطيع ضبط إيقاع كلية دار العلوم بتاريخها. ما أقدرش أقول مدارس طيبة بتميزها وهذا المقدار العالي من الالتزام. ما اقدرش اقول الاسطوره ابنها المتميز محمد سامي المخرج اللي غير شكل الدراما المصريه. لكن بكل تواضع اسمحوا لي ان اقدم لكم الام المصريه وسفيره هذه الدوره الدكتوره صبوره السيد. شرفني على المسرح. نجوم ستار اكاديمي وعرب ايدل، احنا المفروض المقاعد بتاعتنا يعني هنا مؤقتا، انا اسفه جدا احنا اتاخرنا. حالا هنحضر السيد الرئيسي، فتفضلوا. تفضلوا يا فندم، تفضلي تفضلي. دكتورة صبورة، دكتورة صبورة، مصر حينما تكرم كل الدول، ماذا نستطيع أن نقول من تربية ومفوق؟ يعني أنت طلعتي على المسرح، أنزل أنا، أنا أسف. لا 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 لا. أنا اجتمعت بيكي في أكثر من مناسبة يا أميرة، ودايما الشكل العام وإنك واضعة السلطان قابوس على صدرك، ده بيعرفنا قد ايه انتوا شعب وفي تطيع الله سبحانه وتعالى في انه عندكم قناعه بالسلطان بتاعكم، وانه صاحب فضل على البلد وانتوا عاشقينه، وهو معشوق للدول العربيه كلها والمصر. السلطان قابوس من الشخصيات الهائله، ولكن هذه الصوره معانيها كبيره. اتمنى ان احنا دايما يبقى عندنا رمز في مصر كمان، ونبقى دايما حاطين السيد الرئيس السيسي على قلوبنا وعلى راسنا، لانه انقذنا من فتره زمنيه مصر كانت هتضيع وتروح. بحب فيكي الهمه والنشاط للمراه العربيه، وانت صغيره في السن عندك امال وطموح، احب انها توصل لكل ابنه مصريه ان مهم قوي قوي ان احنا يبقى عندنا جرأة وعمل ونشاط عشان نوصل لهدفنا. مصر دايما مرحبه بضيوفها، برحب بيكي وبقول لك منوره انت واهل البحرين واهل المغرب واهل كل الموجودين ضيوفنا، فعلا احنا متشرفين بيكم ومنورين مصر. المفاجاه الاولى المقدمه من مصر الى سلطنه عمان
تنصيب السيدة أميرة الكون سفيرة الدورة 13 للعطاء والطموح، نحييها. حلو المقاس والله، وأزرق علشان الحسد. نحيي معالي السفيرة سلطنة عمان، هدية مصر إلى الشعوب العربية دوما يجب أن تكون مميزة. الأوسكار أستاذ سمير. ألف مبروك، تفضلي، مبروك التكريم. دكتورة تفضلي. يعني أنا مش عارفة لما نيجي بقى نكرمك دي مشكلة يعني. فما مينها يعني شايفة، بص محمد نجاتي بيصغر لي من ساعتها. ابني حبيبي يعني مش معقول. طب حيوا معايا سوبر ستار الشاشة الفنان محمد نجاتي. استاذ محمد انا شايفاك كده تحمست، يعني في البدايه قبل ما ناخد اللقطه المهمه دي ونبدأ نكرم الفنانين القادرين، لان دي مشكله بقوم حد بيزعل، كلهم باصين لي انا ما اعرفش. يا محمد الفستان وحش يا جماعه، فستان تصميم ازاي وحش، تصميم هبه، فين هبه اللي عامله الفستان؟ اهي هبه، حيوا معايا هبه اللي عامله الفستان. كل شويه ما حدش ياخد باله، مش عارفه بيبصوا لي كلهم زعلانين. دكتورة صبورة تقولي ايه لتلاميذك وحبايبك؟ انت قلتي ابني قبل ما هو يقولك ويعمل لك المفاجأة دي. انا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بشكر طبعا كل السادة القائمين على هذا المهرجان المحترم، المهرجان اللي بيلم شملنا كلنا كدول عربية، واحنا في اشد الاحتياج للم الشمل في الفترة اللي احنا فيها دي. اتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى دايما مع بعض وايد واحدة عشان ربنا يكرمنا كده ويعم السلام على الدول العربية جميعا. أنا بتشرف النهاردة وأنا موجود مع علامات الفن المصري اللي أنا اتعلمت منهم كتير، كلهم أساتذتي، كلهم زمايلي، وأنا الحمد لله اشتغلت مع كل الناس اللي موجودين وتعلمت منهم كتير جدا. و وعايز أشكر الأستاذة صبورة أم الفنان الجميل المبدع اللي له مستقبل كبير بإذن رب العالمين، الأستاذ محمد سامي، تحية كبيرة له في غيابه. أسرى الأعمال الدرامية والسينمائية بأعمال مهمة جدا، أنا واحد من الفنانين أتمنى أشتغل معاه وإن شاء الله يكون في نصيب قريب. ده وعدة وعدة. محمد أنت عارف إن أنت أخو محمد وصاحبه، أنا أعرفك على مستوى الشخص حقيقي من بدري، من قبل حتى ما محمد يخرج وانا اعرف الاستاذ صبوره. ربنا يا رب يخليه لك ويكرمك فيه وتشوفيه في اعلى العليين ان شاء رب العالمين. شكرا. النمر كمان هنا اللي حير الاسطوره محمد النمر ده، طبعا استاذ فيعزم. عايزه اختم للاستاذ احمد صيام، اقول ان محمد بيقول عليه ايه؟ بيقول عليه ان الاستاذ احمد صيام ده اللي بيجي يدخل ياخد المشهد شمال يمين يخلصوا، هم دول الاساتذه والعباقره والاسطوره بجد. فكل حد هنا يعني عايز اقول ان كل فنانيننا هي مصر ولاده، ومصر يعني تتميز ان الحمد لله دي نعمه كبيره قوي من ربنا علينا. محمد انت لا تمسك الميكروفون. محمد احنا النهارده بننصب الدكتوره صبوره سفيره العطاء، هي مأكده عليا ما اقولش، لكن هي بعت تبرع كبير جدا
لأسر الشهداء وزواج ثلاث فتيات نحييها. هي كانت رافضة أنها تقول، لكن إحنا لازم نحفز بعض في الخير. شكرا يا دكتور. ألف مبروك وأنا متشكرة، ويعني ما كانش ينفع ما أقولش يعني. شكرا يا فندم. ألف مبروك. تفضل لي أستاذ محمد، هتدي للأستاذة صبورة، دكتورة صبورة. أستاذ سمير الدرع وشهادة التقدير، لبسيها يا ميادة. نحيي جميعا الأستاذة صبورة، وتاني تبرع لأسر الشهداء وزواج ثلاث فتيات، بنحييها جدا. ألف مبروك. وإحنا معانا مفاجأة في الحقيقة، السيدة اللي هتكرم دلوقتي من الأمهات ما تعرفش، لكن تعالوا أحكي لكم حكاية أم ابنها شقي جدا، طموح جدا، بيحب بلده. كل ما تدخل عشان يذاكر تلاقي واقف قدام حضرتك هتنتظريني لحظة، حد يوصل الهدايا للدكتورة؟ كل ما تدخل عشان تلاقيه بيذاكر تلاقيه واقف قدام المراية بيمثل. تاخده توديه الدرس، هو شاطر بس بيزوغ عشان عايز يمثل. الست دي صبرت كتير قوي على شقاوة كتير قوي عشان تطلع لنا فنانة الجميل محمد النجاتي. الأم المثالية الأولى لهذا العام السيدة أنعام عبد الستار، وهي مفاجأة ما تعرفش. احنا مرضناش نقول لها وما كانتش عايزه تيجي وخايفه، فيعني ضحكنا عليه عملنا حيله. الف مبروك يا ماما، كلنا استحملنا شقاوته. محمود مسعود هيفتن عليه الوقت. انا بفضل دعوات امي ربنا اكرمني واتكرمت في عده مهرجانات وفي عده ايفنتات. النهارده انا حاسس احساس مختلف جدا، ان انا واقف جنب امي، وامي النهارده بتتكرم، علشان اذا كنت انا وصلت الى نسبه نجاح فالنجاح ده بفضل امي. تعبت معايا، انا بمثل وانا عندي 12 سنه، يعني دلوقتي تقريبا بقالي 30 سنة بمثل. كل عمل وكل شغل أنا بعمله كان بيجي نجاحه بفضل دعوات أمي. فالنهاردة أنا عايز أشكر أمي بطريقتي الخاصة زي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصانا بيها. اشكر كمان، مش عايزين نقلبها دراما بقى وتراجيديا. يلا كل سنه وانتم طيبين وحفله جميله عليكم، امين يا رب العالمين. اشكركم. اغني؟ طيب انا هغني لكم اغنيه كانت اقول لكم على حاجه. انا لما كنت صغير وانا عندي 10 سنين وكده، كان جدي عنده عصايه، كان يحطوا لي شلت عشان اوصل اطول العصايه بتاعت جدي دي واغني اغاني عبد الحليم حافظ. قعدت اغني على العصايه دي لغايه ما بقوا يحطوا للعصايه شلت. والله كانت امي نفسها ان انا اغني وانا صغير، بس ما كانش في نصيب فحولت على التمثيل. كنت بغني لها بقى وانا صغير اقول ايه؟ دعوتك الفجر يا اما
تسلم لي في كل مرة دعوتك الفجر ياما، تسلم لي في كل مرة، تسلم العين اللي حبت، تسلم الإيد اللي ربت، تسلم العين اللي حبت، تسلم الإيد اللي ربت، تسلم الإيد اللي ربت، يسلم القلب اللي سمى. وأيضا نستكمل، احنا عندنا فقرات فنية مهمة وأنا مش عايزة أحرقها كلها، ومش عايزة الناس تبص في الساعة عشان تمشي، يعني احنا جايين سفر عشان نقعد مع بعض شوي. اسمحوا لي أن يكون هذا التكريم من مملكة البحرين العاشقة لمصر وكل العلاقات القادمة بين الدولتين، تكرم الفنان محمد نجاتي الدكتورة هالة جمال. ألف مبروك يا محمد، ألف ألف مبروك. دكتورة هالة، ماذا وأنت أم، مش هقول أم الأد إيه عشان ما أحسدكيش، وأنت زي القمر ما شاء الله الله أكبر، بس إحساس الأم بقى في اللمسة الجميلة ودموع محمد نجاتي الصادقة هو بيكرم أمه. كلمتك قبل التكريم. صراحة دمعت عيني فعلا. الله يحفظ لك الوالدة ويخليك على رأي، إن شاء الله يخليها لكم. بعد ذكرت ابني مسافر في امريكا، فمنيت يكون معنا ان شاء الله، يعني دائما كل اولادنا، يحبك الاولادنا ان شاء الله، ان شاء الله اولادنا كلها بخير وبالف صحه وسلامه وسعاده ونجاح. نتمنى من كل ام انها تدعي كل الليل وكل النهار لاولادها، لانه فعلا كل دعوه منا، مثل ما تفضل اخونا الفنان محمد، فعلا دعوتنا احنا لاولادنا سبحان الله مبروكه. ف ان شاء الله يا رب يبارك اولادنا ان شاء الله كلهم. شكرا يا دكتور، الف مبروك يا محمد. اتفضل دكتوره هالة. الزياره الثانيه لبورسعيد، وانا النهارده شغاله فتانه، هروح النار في النهارده. فتنت على الدكتوره صبوره وقلت انها عملت تبرع، وانا بجد بجد انا ما كنتش متوقعه في وسط انشغالها والحاجات الكتير اللي بتعملها في وقت قصير، مؤتمرات للمرأة، حاجات لدعم الشباب، إنها يبقى عندها وقت وتفكر إنها تساعد شباب بورسعيد. وقالت لي كمان مفاجأة وهي على المسرح إنها تدعم جمعية لتشجيع وتدريب الشباب لسوق العمل. فإيه رأي حضرتك في ده، وأنت ناشطة اجتماعية تهتمين بالشباب والعمل المجتمعي؟ طبعا سوق العمل أو ريادة الأعمال الآن هي فعلا يعني تركيز كل الدول على هذا الموضوع. نحن ندعم ريادة الأعمال، ندعم الشباب، نتمنى أن يكون كما هو الآن في كل دول العالم، أن يكون شبابنا هم الأساس لازدهار الاقتصادي في كل الدول العربية. 70% من دخل أو اقتصاد العالم الآن هو من الشباب ومن ريادة الأعمال. بارك الله في جهودكم، ونتمنى إن شاء الله النجاح لكل شباب العربية والإسلامية يا رب. شكرا يا دكتور. هذه التقديمة تستحق أن يكون بعدها تكريم سريع. اسمحوا لي أن أرحب بالفنانة الجميلة والقديرة الأستاذة رانيا فتح الله. تفضلي. أستاذة رانيا، بعد الزغروطة الجميلة دموع بقى والحاجات، حضرتك هتسلمي لنا جائزة الدكتورة هالة. تفضلي، هنصبها من مصر إلى البحرين. سفيرة التميز دكتورة هالة دوما تحتفل بيوم المستقبل للشباب في مصر في شهر أغسطس، وكان لها شرف تكريم أوائل الثانوية العامة من مصر ومن البحرين وعدة دول عربية. بنحييها جميعا
ونختارها اليوم لتكون سفيرة هذه الدورة أيضا. ألف مبروك. شكرا. تفضل يا دكتور. لا تفضل يا دكتور. حد من البنات يساعد دكتورة هالة. شكرا يا أستاذ سمير. تفضل. شريفني على المسرح أحد الرعاة الرسميين لهذه الاحتفالية والذي يدعم الشباب ويجهز لنجوم عرب ايدل وذا فويس هدية ومفاجأة برعاية الفنان القدير محمود مسعود. معي ومعكم ابن بورسعيد ماهر رمضان. يشرفني على المسرح. أستاذ ماهر، حضرتك أحد الرعاة لهذه الاحتفالية، ماذا تقول لضيوفك في بورسعيد تسلم الجائزة للدكتورة رانيا؟ سامعك. معلش في طفل تايه، ممكن نعمل عليه مزاد يعني، مش عارفه مامته وباباه مش شايفينه ومش عارفه. السلام عليكم. انا بشكر كل الحضور طبعا اللي شرفونا ونوروا بورسعيد سواء من الدول العربيه او من القاهره الفنانين بتوعنا الجمال، وبشكركم جدا ونورتوا بورسعيد ونورتوا اهل بورسعيد كلها، وبقول لكل ام كل سنه وانت طيبه في عيدها. والله يرحمك يا حاجة، الله يرحمك. أستاذ ماهر، حضرتك هتسلم الدكتورة رانيا الدرع والأوسكار. ألف مبروك. ألف مبروك. نحيي الدكتورة رانيا، نحييها. تفضل يا فندم. انا هقدم لكم صوت جميل، نعمل بريكة صغيرة عشان هنكرم اسر الشهداء، ولتكريم اسر الشهداء هيبة. حيوا معايا نجم عرب ايدل الذي لفت الانتباه وجعل لجنة التحكيم تقول له خرب بيت مصر لجابتك صوت بهالقوة والجمال. حيوا معايا محمد مصطفى رئيس. شرفني يا محمد على المسرح. الأورجانيست من فضلك يستعد. شاركني على المسرح. انا عايزه احكي لكم على ما يستعد الاورجي عشان نسمع صوت محمد. تخيلوا معايا ام قعدت تربي ابنها، كبروا، راحت اشتريت له البدله وفستان الفرح، فقال لها يما فستان الفرح والبدله يعني دي اخر حاجه. فقالت له بس انا شايفاك وانت نازل من بيتنا النهارده عريس. ولما نزل من البيت كان حلمها انها تشوفه عريس، لكن تشاء الظروف الا تكتمل الفرحه فيعود لها عريسا للجنه. حيوا معايا اسره الشهيد اللي تصدى للارهاب، هو مجموعه من زملائه، مجموعة الشهداء اللي بنكرمهم دول النهاردة أول مرة. قالوا الشهيد من السبوبة، ما ينفعش أهدي ابني يكون عريس للسماء عشان كل شوية ياخد تكريم وعمرة وهدية.
أنا عملت حاجة أهم. عملت إيه؟ قالت لي ربيت راجل. أنا النهاردة بزف عريس السماء، الشهيد عريف إبراهيم علي محمد السيد، أسرة الشهيد عريف. أم تانية، مش صعب إن أنا أوصف لكم كلمة قالتها وإحنا بنبلغها التكريم. قالت صدقيني يا أبلة، كل يوم بعد صلاة العشاء بسمع صوت المفتاح في الباب وبشوفه داخل، هو داخل، دخل قلوبنا. حيوا معايا أسرة الشهيد محمد محمود السيد أحمد. تفضلي. تفضلي. أنا مش شايفاها. تفضلي يا أمي. حضرتك أخته. حرقة القلب. تفضلي. الأم والأخت. فهل تحترق الزوجة أيضا؟ أسرة الشهيد مجدي السيد. أسرة الشهيد مجدي السيد. فضل. يسلم الجوائز الفنان القدير محمود مسعود. أستاذ محمود تفضل. أسرة السيد مجدي السيد تتسلم درع الوفاء. أسرة العريف إبراهيم علي محمد السيد عريس السماء. وأخت الشهيد محمد محمود السيد أحمد. تفضلوا البنات من فضلكم يوصلوا السادة الضيوف إلى أماكنهم. أستاذ محمود ألف شكر، شرفتوني. ويعني كل الناس دي ثانية واحدة كده، ثانية واحدة، ثانية يومنا هنا. تعالي حضرتك هنا، تفضلوا جنب بعض. تفضلوا. حاضر. تفضلي يا دكتور. أنا بس هستسمحكم عايزة أقول لهم كلمة مهمة، كلمة أنا بحب أقولها كل مرة. ماما استسمحك غمضي عينيكي ثواني، غمضي عينيكي عشان هو بشايفنا دلوقتي. اللي شايف فيكم ان محمد او مجدي او محمود او احمد او مايكل او جرجس اخواتنا، عايش جوانا قريبنا، اخونا، ابن عمنا، ابن خالنا، جارنا، يرفع ايد. اسر الشهداء عايشين، كلنا، كلنا اولادكم، كلنا اخواتكم. شكرا. تفضلوا ناخد الصوره هناك عشان ما نتعبهمش لانهم بيعيطوا. تفضلي. استاذ محمود كلمة قبل ما نسمع صوت محمد، احنا محتاجين بقى ناخد ريست صغير خالص كده علشان نقدر نستكمل، لان عندنا لسه فقرات طويلة. استاذ محمود الدموع دي، في فنان بيبكي، ده الناس كلها، فلما حد بيعمل حاجة كده بيقولوا انت هتمثل، الدموع دي مش بتمثل. لا، لما اشوف شخصيات عظيمة زي دول وربنا يصبرهم يا رب، ومصر ولادة، وان شاء الله اللي جاي خير على مصر كلها.
يسلم الجائزة للفنان القدير محمود مسعود. هيسلم لي جائزة مهمة جدا، لأن يعني لو سبتها شوية بعد الدموع دي ممكن. التربوية الجليلة الأستاذة زينة الشال تشرفني على المسرح. زينات الشال بتقول لي صعب قوي ان احنا واحنا قاعدين سقفنا لمصر وزغرتنا وفرحنا وبكينا، ما هي دي مصر يا جماعه الصدق. استاذه زينات، استاذ محمود مسعود هيسلمك جايزتك. اتفضلي يا مياده، شرفتي بورسعيد ونورتينا. انت بتقولي لي لحظه عظيمه النهارده بتعيشيها. استاذه زينات كلمه سريعه جدا. طبعا يعني انا مش عارفه اتكلم اقول حاجه بعد الموقف العظيم اللي انا شفته ده، والجمع الجميل والناس المحترمة دي كلها. أنا يعني بشكرك جدا جدا يا صفاء على اللمة الجميلة، ومش عارفة أقول إيه. وأسر الشهداء دول يعني قاطعين في قلبنا جامد، ربنا يصبرهم يا رب وينصر مصر العظيمة وينصر السيسي حبيبنا ويوفقه ويحميه ويحرسه وينجيه من كل شر يا رب. ألف مبروك ودموعك تكفي. ألف مبروك. اتفضلي. شرفني على المسرح المنسق الإعلامي للاحتفالية سيادة المستشار الأستاذ شادي العربي ليسلم الجائزة لفنان القدير محمود مسعود. ويستعد لفقرة فنية سريعة يعني نلتقط فيها الأسمنفاس وناخد بقى عصير كده أو حاجة ونكمل، لسه عندنا حاجات كتير ومعانا جميلات عرب آيدل وستار أكاديمي مروة جمال وسالي أحمد والستايليست المتميزة لطيفة بكري. ده شادي، تفضل. ده شادي بيعمل لك ميدالية مخصوص علشان بيرشيك عشان تسمعه صلاح جاهين بس بعد محمد. تفضل يا استاذ شادي. ألف مبروك. شكرا يا استاذ شادي. يعني تعالى بس، تعالى تعالى ما تجريش، انت بس قاعد في المحكمه كل يوم. على فكره اسمحوا لي يا جماعه ان انا اشكر الاستاذ شادي العربي قدامكم، مش لانه مستشار المؤسسه وحاميها بس، لا، لانه هو اللي انقذ الفنانين النهارده وطلع السيارات من جيبه من القاهره لانقاذ الموقف وعلشان ما يحرمناش من الفنانين الكويسين والجمال اللي اسعدونا. شكرا شادي. كلمه سريعه لضيوفك. كل سنة وانتم طيبين، شرفتونا ونورتونا، ويا رب دايما في الفرح دايما مع بعض، ما ينشوفش حزن ولا ألم أبدا يا رب. شكرا شكرا. تفضل محمد، هتسمعنا ايه علشان نستمتع كده قبل ما نعمل الفاصل؟ الأولى بلدي بصل طنجة وموالي، وده الموصول ده ولا والتانية بلدي بقول الكلمة بالعالي، وعلى المكشوف وفي المليان. والتالتة يا كنزي يا
كنز وعزوتي وما حد يا بلدي يا بلدي ما بين الحق والبوتان وريتك تعالى يا بلدي يا بلدي دليل عن صحة البنيان دليل عن صحة البنيان أحلف بسماها وبترابها أحلف بدروبها وأبوابها أحلف بسماها وبترابها وأبوابها أحلف بالقمح وبالمصنع أحلف بالمتنى وبالمدفع أحلف بالقمح وبالمصنع أحلف بالمتنى وبالمدفع لولادي الأيام الجاية ما تغيب الشمس الأرضية كل ما أنا عايش فوق الدنيا أحلف بسمانة وبترابها أحلف بتربها وأبوابها أحلف بسمانة وبترابها أحلف بتربها وأبوابها أحلف بالقمح وبالمصنع أحلف بالمدنة وبالمدفع لولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية كل ما أنا عايش فوق الدنيا أحلف بسمانة وبترابها أي كل ما أنا عايش فوق الدنيا وأحلف بسماها وبترابها أحلف بدروبها وأبوابها أحلف بسماها وبترابها أحلف بدروبها وأبوابها أحلف بالقمح وبالمصنع أحلف بالمدنة وبالمدفع بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا أحلف بدروبها وأبوابها أحلف بدروبها وأبوابها أحلف بسماها وبترابها أحلف بدروبها وأبوابها بولادي بالجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا شكرا شكر جدا ليكوا واتمنى تعذروني النهارده كان يوم طويل وصحيين بدري شكر جدا ليك محمد انت بتقول كده وانت لسه مغني اول امبارح بعد سنتين 10 يعني خلي ده متاخر انا تعبان وصوتي والحاجات دي والله انا جاي الصبح بدري والساعه 7 وما نمتش يعني انت شايف بتكسفني قدام الناس بتقول لسه بدري اروح طيب بص محمد نجاتي باللجنه اللي انت كنت فيها كلها ده نجاتي يسلم الجائزة لفنانة محمد مصطفى النجمة الجميلة نجمة القاصرات والتي ظهرت منذ أجل بعيد قريب قامت بأدوار قديمة جديدة عملت بنت البلد عملت الصعيدية عملت المرأة العصرية ولكنها ستظل دوما صفاء جلال نحييها فضل يا صفاء على المسرح
صفاء كويس انك طلعتي بعد ما انا غيرت، يعني كان هيبقى شكلي وحش قوي. يعني انت اكلك جو جدا. ايه رايك في صوت محمد؟ احنا هنعمل له لجنه. نجاتي قال له احسنت. انت ايه رايك؟ لا هايل، برافو عليك بصراحه. هايل برافو. محمد فؤاد بجلالة قدره قال له فاكرك يا ناسيني وكانت تقلانة، فلما تقول لك الكلام ده يبقى حاجه جامده. يعني حضرتك هتسلمي لنا الجائزه وبعد كده اسمع كلمتك عن الاحتفاليه. درع وشهادة تكريم محمد مصطفى الرئيس. صفاء تفضلي. شكرا محمد. صفاء تعالي بقى جنبي هنا. انت جيتي من امبارح وعملتي زي اميره وقعدتي تتفسحي وتلفي. هستسمحكم بس التليفونات والتايتل. مروه وسالي ولطيفه اتفضلوا على الكراسي الرئيسيه جنب صفاء. صفاء انت جيتي وتفسحتي وشفتي قناه السويس، بنوتك الجميله شافت كارما، شافت مش هجيبها عشان ما نبانش ان احنا كبرنا وكده. صفاء انطباعك عن بورسعيد الفتره دي؟ لا انا مش سامعه على فكره، على فكره. استسمح الناس اللي واقفين من فضلكم نقعد بعد اذنكم. شايفه منى غيرانه مني. خلاص نشتغل بقى ولا نكمل دردشه؟ صفاء عايزه اعرف انطباعك عن بورسعيد. دي ثالث مره اجي بورسعيد وانا اتبسطت جدا ان انا موجوده معاكم وموجوده في يوم جميل زي ده، ومبسوطه بالتكريم ومبسوطه بوجودي معاكم. ورحت بور فؤاد وقعدت على البحر وعديت بالمعديه، شعب جميل شعب بورسعيد. وطبعا عشان انا اسكندرانيه يعني بحن للسواحليه اكتر، واتبسطت جدا معاكم وان شاء الله تتكرر وفي كل احتفالاتنا مع بعض نبقى مع بعض باذن الله. شكرا. شكرا صفاء. احنا عايزين يعني نكرمك، فهل تقبلين ان تقدم لك التكريم امراه مميزه، السيده التربويه التي خرجت اجيال كبيره وتفخر دوما بابنائها وتلامذها، سيستر منى عزيز، نشرف بها. تفضلي يا فندم. سيستر منى. اوسكار التميز للمدرسه اليونانيه وسيستر منى التي اخرجت اجيالا كثيره وكانت دوما أم لكل أبنائها وتلامذها، نحييها. تفضلي هتديه لها. ايوه شكرا يا استاذه. تفضلي يا فندم. تفضلي. صفاء تكريم مختلف، بس انا يعني من كتر ما قلت للناس اسكتوا بدات انا اتعب بجد، فيعني مش حابه ان الضيوف يكونوا متضايقين، يعني نعتبر ذلك حاله من الحب. يكرم الاستاذه صفاء جلال الرجل التربوي الفاضل الاستاذ سيد عزب، يشرفني على المسرح. سيد ماذا تقول ضيوف المدينة الفاسلة اليوم قبل أن نستكمل مراسم التكريم؟ برحب بضيوفنا طبعا الدول العربية والفنانين الكبار العظام في الاحتفالية اللي ليها هدف ومضمون تملي المؤسسة الإعلامية لمؤسسة الحياة برئاسة الأستاذ سمير عوض والدكتورة صفاء يونس. احتفالياتها بتبقى مضمونة وهادفة، ما فيش اجمل من تكريم اسر الشهداء
وفنانينا العظام كل سنة هتحطكم بخير وسهلا. شكرا يا فندم. شهادة التقدير الأستاذة صفاء وأوسكار الإبداع. تفضل يا فندم. ألف مبروك. تفضل يا فندم. ألف شكر. شكرا يا فندم. تفضلوا. احنا عايزين نسمع صوت. جايز نسكت؟ جايز. نجمة عرب ايدل الفنانة المصرية والتي بعد تقديمها لفقرتها على المسرح بدأوا يسألوها انت منين؟ قالت مصر. انا هستنى لما تسكتوا. الناس فعلا بدأت تتضايق. دكتور صفوت غائب لسفر للأسف، فرشح لنا النائب أو مديرية الأوقاف والشيخ الفضيل الجليل الدكتور بشرى. يشرفني على المسرح. نعيمة أنت بتحضري الأول مرة وشايفاني قاعدة قلقانة ومتضايقة من الصوت، فأنت مبتسمة وبتتصوري مش متضايقة يعني. يعني تسمع الاطفال، احنا كاتبين على الدواء ممنوع الاطفال، فعملوا مسابقه وجابوا اطفال ما اعرفش. يعني عامل بادي بيلدينج وبتاع، مش شايفه منك اي حاجه في القاعه. مبسوط بالاطفال؟ طب وانا ضغطي قاعد طالع نازل. فضيله الشيخ في احتفال زي ده هنتسلم الميدالية الخاصة بفضيلة الشيخ، هيسلمها له الأستاذ محمد الصاوي. أستاذ محمد هتلبس لنا ميدالية الدعوة والتسامح لفضيلة الشيخ، وتستعد للمسرح الفنانة الجميلة سمر الحسيني. فضيلة الشيخ أنا بشكر حضرتك جدا، شرفتنا. وأنت بتقولي هو احتفال والزحمة دي دليل نجاح في شعبية للفنانين في بورسعيد. طيب هو سؤال مش في محله، بس يعني لو الناس كده تهدى شوية. يعني بيقولوا ان بورسعيد متعصبة وعندها شدة وعندنا مشاكل وما عندناش امن وبتاع، وما عندناش عيال بيقفوا ورا احمد صيام ولا حاجة، وانا منع اللي واقفين واللي بيتصوروا كده. فممكن نقعد وبعد كده نكمل بعد اذنك؟ على فكرة انا بشوف حتى لو اتكشفت في عيني يعني. نقعد. فضيلة الشيخ، هل بورسعيد فعلا مدينة البطولة والبسالة؟ يجوز أن نطلق عليها هذا الوصف المشين أنها محافظة متعصبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا سريعا إن شاء الله رب العالمين، الأمن والأمان في بورسعيد والسماحة في بورسعيد والوسطية في بورسعيد إن شاء الله رب العالمين، وأهل بورسعيد كلهم خير وكلهم رجولة. وكذب الكلام إن الأطفال جنب الصحمة الصيام. شكرا. شكرا يا فندم. حضرتك هتفضل ترتاح. شكرا جزيلا نورتني. اتفضل استاذ محمد. بس لما الاساتذه اللي بياخدوا التليفونات وارقام التليفونات والتصوير وكده مع الاطفال لما يخلصوا. طيب مش عارفه اقول ايه بصراحه. طب نعمل جايزه، نعمل جايزه. استاذ محمد انا بشكر حضرتك جدا، سفر ومشقه
للاحتفال وسط مدينة بورسعيد. إيه حكاية الإنسان إيه غير شوية حاجات صغيرة على بعض يعني؟ جبتها منين دي؟ قلت لي مرة إنك بتمشي في الشارع تاكل على عربيات الفول وتقعد مع الناس الغلبانة وتذاكر. قول لنا الكلام ده قبل ما نعمل المفاجأة المملكة المغرب. لا هو هي اللازمة دي جت كنت قاعد على قهوة بلدي كده، فاتنين بيواسوا بعض يعني يبدو ان في طرف من الاطراف ديت يعني حد حصل له حاجة فبيعزيه يعني، فبيقول له البني ادم ايه غير شوية حاجات فوق بعض. فالجملة عجبتني جدا ولدرجة ان انا كتبتها ولقيت موقعها في فيلم من الافلام اللي انا بعملها دي، فاستأذنت المخرج والمؤلف ان انا اقولها، فكانت طلعت لذيذة يعني الحمد لله. ألف مبروك لتكريمك، وهتعمل لنا جائزة مصر إلى المملكة المغربية وتنصيب السيدة نعيمة سفيرة هذه الدورة. تفضلي. هي أزرق ما كناش نعرف. على فكرة هي متبرعة بالكشيطة اللي هي لابساها، يعني أي حد من اللي قاعدين طمعان فيها غير أنا ورانيا ممكن يقول يعني. يعني أنا ورانيا متفقين إن هي المدام. فين يا استاذ محمد وانت بتلبس؟ انا طلعت عزة عشان انقذك، احنا قلبنا اسود، سيبك من كلام المراه والحاجات دي. الف مبروك، اتفضلي. اتفضل يا استاذ محمد. شرفني على المسرح ايضا الفنانه الجميله نجمه عرب ايدل التي رفضت ان تستكمل مراسم اختيارها في عرب ايدل لما قالوا لها هو انت منين؟ قالت لهم من بورسعيد. قالوا لها يعني دي على الخريطه؟ قالت لهم على الخريطه مصريه وافتخر. كانت الدنيا بتمطر وماسكه الشمسيه، فقالوا لها انتوا عندكم في البلد لسه بيمسكوا شمسيه وحاجات الفلاحين دي؟ فغنت لعبد الوهاب ومشت من لبنان. حيوا معايا سمر الحسيني اللي قامت بدور مصر في التابلو الغنائي، بنت بورسعيد. سمر الحسيني، ألف مبروك أستاذ محمد، ألف مبروك سيدة نعيمة، صورة تذكارية. أستاذ سمير عوض رئيس مجلس الإدارة يشرفني على المسرح. إذا اجتمع الجمال والعطاء فيجب أيضا أن يجتمع فرسان القلم. ألف مبروك، حلوة الحركات دي، حركات شغله يعني. ألف مبروك أستاذ محمد، اتفضل. مبروك نعيمة، شرفتينا المملكة المغربية الجميلة. رانيا مستنية العباية. شكرا أستاذ سمير، اتفضل. سمر، حيوا معايا فتاة الشمسية. الهوى
رفع طبلة طبلة فين يا سمر ابني بيقول لي ابني بيقول لي سمر مرتبطه لانه جه يطلب مروه ما رضتش مش مرتبطه اتفضلي على المسرح ممكن نكرمها مش مرتبطه اتفضلي انا هستسمحكم علشان هو عامل لي شغب يعني فممكن نخطف فارس الدراما الاستاذ حسام جندي الاستاذ حسام الجندي الجميلات بيتصوروا مع الفارس والجان محمد نجاتي ممكن ننتظر شويه يعني يا استاذ محمد كلهم قاعدين يقولوا ابن المحظوظه الست كانت لسه قاعده دلوقتي حسام نورت بورسعيد وانا سعيده بوجودك جدا حسام عامل مسلسل مهم قوي قوي وانا هقول له خبر اول مره هيسمعه عامل مسلسل اسمه القاصرات مع صفاء جلال والجميله داليا البحيري والفنان القدير صلاح السعداني عمده الدراما العربيه وعامل مسلسل ايضا مختلف انا ما اعرفش هو يعني طب هستناكم انا اسفه يا حسام لما يسكتوا دكتور عمرو من فضلك اللي عاملين دوشه ممكن نقعد استاذ ماهر كرم الناس ونزل عمل مظاهره شغب هنا حسام عمل رغم ان ملامحه ملامح اوروبيه لكن بجد انا عايزه اقول له انت جريء جدا يعني عمل فلاح فلاح بجد عمل صعيدي دمه حر بجد يعني احنا كلنا صدقناك ما هذه المغامره يا حسام باشا الاول انا صوتي ايه ده الاول انا صوتك كده وصوت لا هم وجودهم كويس والصوت احنا احتفالية يعني فطبيعي ان يبقى صوتنا عالي وكلنا بنسمع بعض مفيش مشكلة يعني خلي صوتكم عالي دايما انا مبسوط الاول ان انا موجود في بورسعيد انا اول مرة احضر بورسعيد
واجي بورسعيد، ومبسوط ان انا موجود في وسطيكم جدا. بشكرك انك دعوتيني. طب اكمل ولا ايه؟ بشكرك دكتوره صافي على وجودي، ان انت اتحتي لي الفرصه ان انا ابقى موجود في وسطيكم في احتفاليه انا مبسوط بيها جدا، وفي وسط اساتذه كبار وزملاء اعزاء لقلبي. بالنسبه لسؤالك، هو اختيار، يعني اختيار مخرجين ليا. الحمد لله ان هم حطوا ثقتهم فيا ان انا ابقى موجود. انا بقالي فعلا 7 سنين بعمل، عملت صعيدي وعملت فلاح وبتاع، فحاجه بعيده عن عن الشكل اللي ممكن انا اتحط فيه، فده توفيق من ربنا. المهم اكون انا كنت عند حسن ظن المشاهدين ان انا عملت تكون حاجه كويسه يعني. شكرا. بس ده بالنسبه لسؤالك. بما انك عامل كل المشاكل دي وكل البنات بتلف تروح لمحمد نجاتي ومن محمد نجاتي ليك، وانا فعلا بدات تغيير، وده اخر احتفال هتحضروه معايا فعلا يعني، فانا هعمل فقره مختلفه خالص. حسام هتطلع لقدام شويه. سمر، لا احنا ده الرقصه دي السلو بعد. سمر قدام شويه. حسام وسمر هيكرمونا فرسان الجمال النهارده. هيو معايا الفاشن ديزاينر الفنانة المتميزة نشوى زيات، شرفني على المسرح، ومعها الجميلة جميلة الدراما وميس ايجيبت على الشاشة ياسمين رحمي، تشرفني على المسرح. يعني انا هورطك توريطه، لا واحده كده واحده كده. حاضر يا حسام. جميلات عرض الازياء يشرفوني على خلفيه المسرح، هتقعدوا هنا من فضلكم، هتقعدوا كلكم هنا، هنصوركم يعني ايه، هو ونجاتي هيتورط يعني. هنقف كده ناخد صوره تذكاريه علشان نكرم سمر ونكرم حسام تكريم خاص. هنقعد بقى يعني حريم السلطان. اللمسات الحلوة اللي احنا شايفينها من نشوى شاركتها فيها 2 من المتميزين جدا، سماح شاهين وميدو، يشرفوني على المسرح. أستاذ فايق بيحسدك، يعني ما فيش داعي تسوق، ما تسافرش النهاردة يعني شوية. سماح وميدو ناخد صورة تذكارية. تكريم سماح شاهين يسلمها لها الفنان حسام جندي. شوف الناس سكتوا ازاي، البنات الحلوة تطلع كل يوم محدش يتحرك من مكان. سماح شاهين وميدو، في ميدالية كمان لميدو بعد التعب كل ده. سمر ميدالية ميدو لابسيها له من فضلك. ألف مبروك ميدو، شهادة تقديرك. ناخد الدروع ونتصور ونمشي. لا هنفتح الدروع ناخد الصورة ونمشي. ألف مبروك، شكرا جزيلا. برضو نجاتي عامل شغب، يشرفني محمد نجاتي على المسرح. شرفني محمد أنا هجيب المسرح كله. تعالى يا محمد اتفضل. جنب سمر ونشوى، جنب نشوى. مبروك يا سماح، ألف مبروك ميدو، ألف شكر جدا. المتميزة، المتميزة صاحبة بقى، هي اللي عملت شغل الفنانات والشغل الجميل ده واللمسات الرقيقة، أنا بسميها صاحبة التاتش يعني، أمنية ستايل. اتفضلي على المسرح أمنية. اللي زوقتهم يعني ظبطت الدنيا معاهم بيشجعوها. ماشي ماشي، جايبه الالتراس بتاعك وانت جايه. اطلعي بقى بين محمد نجاتي وحسام، انا لو منكم ما تنزلوش. امنيه جنب نشوى. محمد نجاتي هيسلمك جايزتك. ألف مبروك ليكم جميعا، مبروك أمنية، مبروك سماح، مبروك ميدو.
نشوى بحييكي على الحاجات الجميله اللي لفتت انتباه الناس. اتفضلي ميادة الدرع مدام نشوى، استاذ حسام هيدي المدام نشوى، اتفضلي مدام نشوى. والاوسكار هيسلمه لها الاستاذ محمد نجاتي، الف مبروك. العريضات نحيي مدام نشوى، تعبتونا، انا اللي مرناهم وقعدت اعمل لهم كده وكده، يعني تعبوني بس انا يعني عملت شغل كويس، ميرسي نورتوني. الف مبروك نشوى زياد، الف مبروك، تكريم مميز جدا. والجميلات ياسمين وسمر، نتصور كده جنب نشوى علشان اسلام بيه. فين اسلام بيه؟ تعال شرفني اسلام بيه على المسرح. صورة مش هتنزل في مواقع ما تقلقش. اسلام بيه من رجال الشرطة الشرفاء، وانا بشوفه بعناية هو بيجري في المرافق علشان خاطر ينقذ الزحمة والفوضى. يعني لو كنت عارف كده كنت عملتك النهاردة وزير داخلية القاعة، جايز كانت الحكاية اتظبطت. اسلام بيه هناخد صورة سريعة علشان نستكمل المراسم. الف مبروك، اتفضل.